الأخيرة الرمزية، المدرسة الرمزية، وهي وليدة الثقافة الغربية. هم تأثروا كثيرا في الغرب، وتقوم على المفهوم أن الشعر يومئ ويوحي ولا يخبر، بمعنى الشعر هو غير مباشر، المعاني فيها في ليست مباشرة، ويومئ يوحي لا يخبر عن شيء. وأهداف القصيدة عندهم أنها تعبير عن اجتياز الوعي إلى اللاوعي، كما أن ظاهرة التجسيم هي من أهم خصائص المدرسة الرمزية. وشكرا لكم.